لايكس، فولوورز، ترندز، تحديات، هيك صار عالمنا اليوم. وسائل التواصل الاجتماعي صارت المنبر اللي بيحدد هوية الشخص، هواياته، محبينه، بيزيدوا وبينقصوا حسب المحتوى اللي بيقدمه، وصار العالم ضايع بين الشاشة وحياة الواقع. رمزياً هالسوشيال ميديا وهالبلاتفورمز مثل فيسبوك وهول الأشياء بتخلي الولد يخلق أما المراهق تنقول، لأنه نحن ضد أنه الولد أصلاً يكون عنده أكاونتس على هول البلاتفورمز، بخلوه يخلق ايدنتيتي، بخلوه يخلق هوية، بيكتب فيها شو ما بده، بيفرجي شو ما بده وبيخبي شو ما بده، وبهالوقت هو بينشاف وبيفرجي. وهيدي اللذة أنه الواحد يفرجي ويشوف، واللذة انه يفرجي شو ما بده ويخبي الاشياء يلي ما بده الناس يشوفوها كتير مهمة، لانه بتحسس الولد انه هو اون كنترول، انه هو مسيطر على هيدا الاكاونت تبعه. اكيد كمان بتحسن له علاقاته الاجتماعية وبتحسن له شوي من كيف ياخد ويعطي مع الاخرين، بس ما بيمنع انه ما بتحل مكان العلاقات الاجتماعية الحقيقية، لانه بالعلاقات الاجتماعية الحقيقية عايز يثبت نفسه بطريقة تانية، عايز يحكي، عايز يعبر، عايز يعمل اي كونتاكت، مخبى وراهن ورا الشاشة على السوشيال ميديا. المراهقين والأطفال هن أكتر فئة من الناس اللي عم تنجرف ورا هالعالم الافتراضي اللي عم يتحول لملجأهم لتسليتهم، وعم يتحكم بعقولهم وشخصيتهم، وهون بيكمن الخطر الحقيقي. خطورة أنه الولد أوقات ما بيكون مؤهل ولا مستعد أنه يتعرض لهيك أشياء. سو شو بيصير؟ وقتها هو منه مستعد لهالقصص، على المدى الطويل بيصير في نوع من النورماليزاسيون، يعني بيصير في نوع من التطبيع، يعني بيصير معتبر انه الموت، ايذاء النفس، محاوله الانتحار، هالافكار الكبيره والتام الكبار يلي الولد على عمر العشرة وال12 هول منهم مش وارد ابدا يحكي فيهم. حتى الامور اللي لها علاقه بالميول الجنسيه، اما القصص اللي لها علاقه بقصص هلا مش مطروحه بفكره، عم نعرضه لها، وعم بيحس انه هول قصص نورمالايزد، يعني مثل كانه بينطبع عليها وبيبلش تدريجيا يعتبر انه هي قصص عاديه. والخطر انه وقت نخلي هالقصص حتى الادمان والمخدرات يصير شيء عادي، وهيدا يلي بخلي على المدى البعيد المجتمعات والعيال تتفكك على المدى البعيد، والمجتمعات أكيد، لأنه العيلة هي نواة المجتمع. وقت نضرب العيلة، وقت نضرب الفرد، نرجع نضرب العلاقات العائلية، نضرب كل المجتمع، وعلى المدى البعيد أكيد بيصير في عنا علاقات متحللة فيها شذوذ كتير، فيها أمور مقبولة مش مفروض تكون مقبولة. فأول شغلة بتتأثر عند الولد هي انتباهه وتركيزه. بنشوف انه الولد بتعرفي وقتها يكون كل الوقت عم بيكون في اضواء واصوات، عم بيلعب العاب فيها كتير تاثيرات صوتيه وبصريه، وقتها يجي بعدين على المدى الطويل بده يكتب او بده يقرا او بده يسمع لشرح المعلمه يلي ما بتضوي، ما بتطفي، ما بتتحرك مثل الاشياء اللي معود عليها، رح يلاقي صعوبه بالتركيز وبالانتباه. تاني شغله بتتاثر هي قدرته على التواصل، لانه وقت الولد حاطط راسه لقدام لتحت عم بيلعب او عم بيحضر شيء، ما بيعود عم بيطلع على غيره، ما بيعود عم بيطلع على عيون غيره، ما بيعود عم بيتواصل اجتماعيا مع الاخرين. هذا الشيء بياثر له على قدرته على التعاطف على المدى الطويل، وعلى قدرته على فهم مشاعر الاخر وانه يحط حاله محلهم، سو بيصير يميل للانطواء اكثر واكثر. ثالث شغلة بتتأثر هي قدرته على تعباية الفراغ والملل، وعلى قدرته تحمل هالملل والقعدة لحاله. بيصير الولد يلجأ لهالآيباد أو تابلت تحتى يعبي فراغه العاطفي، وتحتى وما بيعود يلاقي طرق تانية فيها خلق، فيها إبداع، فيها إيماجيناسيون تحتى يعبي هالوقت الفاضي. أشخاص عم يأذوا حالهم، أطفال عم تجرب تقلد اللي بتشوفه عبر التطبيقات، ومنهم عم يصابوا بهلع وخوف وممكن إلى الموت، مثل ما حصل بلبنان مع الطفل محمد اسطنبولي ابن 6 سنوات
بعد ما شاهد مجموعة من الأشخاص وهن عم بيصوروا فيلم رعب لعرضه على تيك توك. فوين هي الحدود للي عم بيصير؟ الولد يلي بينجر ورا هيك تشالنجز عنده استعداد أصلاً وعنده يمكن اضطرابات نفسية بتسمح له يفوت بهيك قصص ويتأثر فيها، غير ولاد بيعرفوا يحموا حالهم أكتر. ليش في ولاد بيحموا حالهم ولاد لا؟ لأنه كل واحد عنده السوليديتي النفسية الخاصة فيه والأنا والإيغو يلي بيسمح له ينتقد أو ما ينتقد الأشياء اللي عم بيشوفها. الأهل هن المسؤولين الأول عن انخراط أولادهم بلعبة السوشيال ميديا، فمنهم منفتحين إلى آخر الحدود وبيلاقوا هالأمر طبيعي، ومنهم حاطين أولادهم تحت المراقبة، ومنهم رافضين دخول أولادهم إلى هالعالم الواسع. فريدا معلمة مدرسة وأم لبنتين، بترا عمرها 12 سنة ولين 6 سنوات. السوشيال ميديا وانفتاح الأولاد المطلق عليه هو ضد قناعاتها هي وزوجها. أنا في عندي عمرين مختلفين، الأصغر يعني منه هيدا العمر الأساسي تستعمل سوشيال ميديا أو تحضر إشياء، هيدا مش مقبول. الأكبر اللي أنا بيكون في عندي عطول، في عندي مشكلة، أنا ضد، مش ضد السوشيال ميديا، أنا ضد إشياء معينة مثل التيك توك، أو أنا برفضه ومن أكثر حدا ضد هيدا الموضوع، لأنه صراحة أول شيء السرعة اللي عم يبين فيه، السرعة اللي بتظهر فيها الفيديوز هيدي كتير غلط وكتير مضرة للأولاد، وهيدي السرعة أول شيء بتخلي عقلهم confused، إنه مخهم بضله مشوش، صار في سرعة بالحديث، حديث هيدا الجيل تلاقي كلهم عم يحكوا بشكل سريع وكلهم ما في رواق. أكيد عمرهم بدهم يلعبوا، بدهم يتحركوا، بس شيو منه. فهيدي السرعة بالحديث، حتى بالتفكير، حتى بالأجوبة، أنا بعاني شوي مع بنتي، يعني قد ما فيي بحاول أقنعها إنه التيك توك منه مفيد، مقتنعة، بس الحقيقة إنه أكيد هي بتحب تشوف مثل رفقاتها كمان ذات الشيء، بس أنا ضده، يعني لأنه مثل ما قلت لك السرعة وعم بيأثر على شخصيتهم، وكمان عقلهم كلها مواضيع سخيفة وتافهة وما في شيء، وبيظهر اشياء مش لعمرهم، منه هيدا الوقت اللي المفروض يشوفوا فيه كل هيدي الشو والحديث والحكي، فيه اشياء اهم. يعني اذا لعبوا فضل انا يلعبوا بالطبيعة، يعملوا يحكوا مع رفقاتهم، يعملوا اشياء يعني بتفيد غير عن التيك توك. بس انا على طول مع الصغيرة، انا على طول بكون معها صراحة، فلهيك يعني مش 24 24، بس فيها مثلا لانه هلا نحن بفرصة بدها تحضر، انا عم كون معها. الاكبر عم بقول لك دائما في عندي مشكلة صغيرة معها، لانه على طول بضلني حدا شو عم تحضري، شو في مين مع مين، ضروري لأن يعني حتى بتقلي ليه بس انت بتعملي هيك، ليه بس انت بتعملي، قلت لها لانه لازم شوف شو عم تحضروا. فيا بضلني قاعده 24 معهم وهي كثير شيء صعب، يا بحدد وقت. اول شيء واللي هو كثير شيء مهم صراحه، تركيز الاولاد وخاصه الاعمار الصغيره صفر عم بيكون، وحتى ما بعرف المدارس اذا اكيد، يعني اكيد في مدارس عم تنتبه، تركيز هلا الجيل الصغير صفر، خاصه الاجيال اللي اجت من بعد الاونلاين والكورونا، لانه كانوا كل الوقت هن عم يحضروا، فبتلاقي كل هيدا الجيل تركيزه منه ظابط واكاديميك، يعني ما عم بياخذوا المعلومات صح. تاني شيء في اشياء عم بيعرف مخاوف، انه في اشياء عم بيعرفوها كلمات ومواضيع ما لازم هلا يعرفوها، يعني حتى انا كأم بسمع اشياء عم بضطر روح اسال بنتي الاكبر، ماما بتعرفي شو يعني هيك، انه شيء طالع بالحياه كلمه تبعا لموضوع معين، بلاقي انه بنتي بتعرف المعنى، عم بقول انا اوكي بدي ارجع افسر واحكي، لانه الاولاد اكيد بيحكوا مع بعض مهما كنا نحن انفولد مع اولادنا، في محل ما يعني في محل ما رح تقدر توصلي للنهايه، الاطفال ما بقى تعرف تلعب. بالرغم من رفضها لهالموضه، فريدا فاتحه مجال صغير لبنتها المراهقه انها تشوف شو عم بيصير، ولكن مع خصوصيه مشدده على حسابها وضمن الحدود.
رفقاتها بالمدرسة كلهم عندهم تيك توك، هي ما عندها تيك توك، أوكي؟ مش مشكلة. فسألوها بيترا كيف أنت ما عندك، كيف أنت ما عندك تيك توك؟ أنت عندك تيك توك عم بتكذبي، كذبتي علينا. قالت لهم لا أنا ما كذبت عليكم، قلت لكم إنه أنا عند إنه أنا منزلة أكاونت بس مش بابليك، لأن ماما ما بتخليني لا نزله ولا نزل عليه أشياء ولا شو، هي بتكون قاعدة حدي إذا أنا عم بحضر شيء. فكل صار يقولها يو ار لاير وحكي وكلمات، وشي عمل لها بلوك وشي زعل منها وشي تدخل بخصوصياتها، بده يبعت، صاروا يبعتوا لحدا بيقربوها تيتأكدوا إذا بيترا عندها وما عندها. موضوع تافه بس مزعج كولد عمره 12، وهي تأسيت وصارت زعلانة وعم وإنه بدها تبكي. فأنا لو ما كنت حدا قلت لها هيدا هو الجواب، اللي ما بده يحكيكي ما يحكيكي، واللي بده يزعل يزعل ماما. انت قلتي لهم انه نقطة على سطر في اكاونت منه بابليك، ماما بتخليني ما بتخليني نازله بس فيني احضر عليه وهي موجودة حدي، نقطة على السطر، وغير هيك ما بخصهم. بس كولد عمره 12 وهيدا ترند هن كلهم انه بكيت وزعلت واشياء، لا انا كمان انا لازم احميها من هيدي طريقة التعامل من الاولاد. هو ليه بيعطونا تيبس مثلا how to know if your friends are real what to do in some cases. ومش دائما كل شيء cool، ما لازم دائما نقول okay we are cool، لا we are not cool، لانه في اشياء بدنا نفسرهم اياها بطريقه صح تيعرفوا يجاوبوا، يعرفوا انه ليه وكيف وهيك. احنا ما بنحارب الناس بس بدنا نعرف وين الصح وين الغلط تنكمل حياتنا. انا بحس انه هيدا شيء كثير مهم. ما في يقول ما بستعمله، انا بستعمله بس في ليميتس، يعني بملي وقتي بشي غير، بس انه ايه بستعمله مثلا 1 اور بير داي بس انه مش اكثر. كان في درينك هو برايم وشفته، شفت انه كثير عالم ضايقينه وانه طيب وفي فليفرز، فرحت سالت ماما اذا في اجيبه، هي منعتني، فسالت عليه وفسرت لي ليه وانه اقتنعت. بعدهم عن بعض للرفقات، مثلا بيصيروا يغاروا من بعض اذا حدا معه فولورز اكثر، صارت معنا بنت غارت من الثانيه وبطلوا يحكوا مع بعض. لانه كان بدها تصير فولورز اكثر منه. بيشوفوا مثلا ميك اب لوكس او عم يعملوا شيء بشعرهم بيجوا تجربوه، واذا ما زبط او زبط بس مش مثلهم بيحسوا بيحزنوا بيزعلوا بيحسوا حالهم مش حلوين وهيك، وبيصير في تضييع وقت. مثلا بجربوا يتعلموا رقصه بيقضوها كل الجمعه عم يتعلموا ويرقصوها وبضيع وقت، مرات الاهل بيطلعوا معهم بالفيديو. التواصل الدائم هو سيد الموقف بين الام وبنتها، خاصه بعد تعرض بترا الى التنمر من قبل اصحابها. عم الاصغر عمر عم بيشوفوا قصص بولينج واشياء هيك، ما هيدا عم يتعلموها هن كمان، هيدا كثير غلط. الناس عم بيقولوا عادي، لا هيدا مش عادي، هيدا الاولاد عم ترجع زعلانه، عم ترجع مريضه، عم ترجع بها كثير اشياء. فلازم ننتبه وتنشوف تنعرف ليه ابننا رجع من المدرسه هيك او ليه كان مع رفقاته ما لعب. في كثير اسباب، هيدا كله هن سفنجه، هن شو بيحضروا بياخذوا، انا ما بخصني، بس ما بدي هن شو عندهم باك جراوند يعكسوه على بنتي يعني وعلى البيت، تضلها تقول لي هن بيعملوا انا ما بعمل ليه وليه، وهول قالوا لي هيك، وهول علقوا عليكي، وهول حكيوا عني، لا ممنوع. عم نحكي انا واصحابي وهن بيعرفوا انه انا الماما ما بتخليني استعمله خصوصا بوقت المدرسه، فانا قلت لهم انه انا ما بستعمله، فصاروا يقولوا لي انه انا عم كذب وانا عندي اياه، وانا قلت لهم ما عندي اياه، فزعلت كثير يعني، بس انه سكرنا الموضوع بعدين وخلص. هن they don't accept the fact انه انا ما عندي، بيقولوا لي كيف بتعيش بالي وكيف فيك، وانه عادي. بترا واعية للوضع، ولكن حشرية المراهق اللي فيها بتضل موجودة وبضل يلفت لها انتباهها اشياء لتحضرها. بيقطعوا كثير فيديوز، فما في شيء certain، بنحضر stories challenges people what they're doing وهيك. أكتر شيء interesting هو challenges اللي بيعملون غيرنا what they إشياء بيجربوها، في foods بيجربوها مثل برايم وهيك ودرينكس، بيحكوا عنه كتير وبيعطوا good reviews عنه، بيقولوا طيب ولازم جربوه، بيخبرونا من وين، وساعتها نحن بصير بدنا نجيبه ونجربه، لأنه بصير dangerous، بصير بينأذوا وكل شيء، فبيبطل إنه مزح، بطل مزح. كلنا بنعمل برانكس بس مش برانكس بيأذوا، يعني برانكس مزح. مثلاً فينا نعمل بأساتذة، حتى مرة عملنا إنه عندنا فحص وفاته
بسألهم شو عم تعملوا، نحن عم نكتب على الفحص. ايش هيدي الترند اللي عم التشالنجز اللي عم يعملوها للاولاد، الالعاب واللي هي ممكن مرات توصل انه يقتلوا بعض بطريقه، يعني ان هن يمكن عارفين، يمكن عم يضحكوا، يمكن ما بعرف، يمكن ما حدا قال لهم قد ايه الغلط، قد ايه الخطر والغلط اللي عم بيعملوه. بس صراحة أنا بدي أحكي عن حالي، أنا بس شوف هدول الفيديوز، لهيك بقول لك أنا لازم شوف فرجيهم للأصغر وللأكبر تينتبهوا، أوعى حدا يعمل هيك وأوعى حدا يعمل هيك، شوفوا وين منوصل وشوفوا الضربة وين بتجي وشوفوا. وبرضه الرقصات، في إشياء رقصات للعمر الأكبر منا مقبولة ومنا حلوة، والحركات فيها كمان تقول إن إحنا كول، لا نحنا مش هالقد كول بمطرح معين كول، وبما في بمطرح تاني ليه بدنا نعمل هيك؟ يعني ما شفت لا فايدة ولا قيمة ولا هدف ولا شيء بيعلم. فيها نعمل سبور وهن موجودين وبالتكنيك مزبوط، ان احنا اذا ما كان في قيود جايين على اشياء اوسع كمان واكبر، فبركي بنخفف، بركي بنحاول نخفف. اهم شيء انه الاهل وقت يقولوا لا يقدموا بديل لاولاده، يعني وقت يقولوا لا على التابلتس وعلى الاشياء الوسائل التواصل الاجتماعي يقولوا لهم نحن بعائلتنا، يعني نحن عم بحطوا لهم هويه، عم بفوتوا لهم نوع من الهويه الخاصه فيهم، ما بنسمح ونحن ما بنقعد على تيك توك، ما بيهمنا هالقصص، لانه نحن بنخترع قصص، بنخلق اشياء، بنمشي. سو بدنا نقدم له لهالولد اشياء كونكريت يخترعها، يخلقها، يعملها، يحس حاله انه مسموح يحلم، مسموح يروح لبعيد بكل السكيلز اللي الله عطيه هون، وبنكون غنيناه عن هيك قصص. لانه وقتها يكون عم يقعد قدام هيك شيء عم بيتحول لروبو، عم بيتحول لشخص بيتلقى ما بيعطي، وبنكون قمعنا له القدره على الخلق. عدائيه تجاه الاخر، ملل، احباط، انعزال، عوارض عم تظهر من وراء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وعم ترتد سلبا على المجتمع. مثل ما في اشياء ايجابيه عم تنحط، في اشياء سلبيه، وهون دور الاهل بانه يعرفوا يوعوا الولد على المدى البعيد انه هو ينقي شو بيحضر، هو ينقي شو بيفوت عقله، شو لشو بيفتح الباب، لانه هو اليوم معه الكنترول، ولازم نعرف نمسكه هالكنترول بطريقة بناءة وما نخليه يكون بنوع من القوة اللامتناهية، بيعمل شو ما بده، بفجر غضبه، بيقول شو ما بده، بيكسر التانيين لأنه هو منه معروف. بتعرف أنه في أنونيما أوقات بالسوشيال ميديا، بتخلينا أوقات نحط كومنتس إذا بتقريهم بتقولي أنه من وين جايين هول الكومنتس، قدي هالولد غضبان أو هالإنسان أو هالضالت غضبان على اشياء كثيره. بينت الدراسات انه دماغ الولد اللي بيقضي وقت على السوشيال ميديا مطول، يعني عم نحكي فوق ساعتين ثلاثه بالنهار، على المدى الطويل عم بيصير دماغه بيشبه دماغ الناس اللي بتقامر والمدمنين. يعني عملوا ايماجري، شافوا عملوا ايماجري سيريبرال للاولاد اللي بيقعدوا وقت طويل على السوشيال ميديا، قارنوها بهيديك بهوليك الصور تبع الاشخاص المدمنين واللي بيقامروا، لقيوا انه ذات النتيجه بيوصل للولد، وانه هيدا الشيء عم بيأثر له على دماغه اكيد على المدى الطويل، على انتاجه الفكري وعلى علاماته وعلى راندومون سكولير وعلى كل شيء بيعمله بحياته. سرعة المعلومات وكثرة تحفيز الولد خلال النهار بتوصل كمان لقلق خلال الليل، وانه ما يقدر ينام بنوعية منيحة تسمح له يعمل ريباراسيوم، يعني يصلح حاله وعقله ويقوم الصبح يكون مركز مثل ما لازم. سو هيدا الشيء على المدى البعيد بيودي لقلق كثير، انكزايتي يعني، وعلى المدى الطويل لديبرشن، بيصير الولد كثير معرض انه يكون بينهار بسرعه، وانه حيلا حساس كثير وحيلا شيء بيأثر عليه. بكثير اوقات بيسبب له بولينج، بيسبب له تواصل مع اشخاص رح يبتزوه، رح يعملوا له اشياء سلبيه، رح يوطوا له من ثقته بنفسه. سو اكيد في مثل ما في اشياء بتحسن له امور معينه، في قصص ثانيه بتاذيه وبتوصله انه يتاثر بشكل سلبي. ببعض الاحيان الاهل بيفتكروا انه الاولاد تحت عمر 3 سنين بيتعلموا من مشاهدتهم فيديوهات على التابلت، ولكن الولد ما بيتعلم الا بالتواصل مع الاشخاص لتحفيز قدراته العقليه
وحواسه. بيصير أول شيء يرفض التحفيز من إنسان، بيصير يرفض يتواصل مع شخص تاني، وفي أولاد بيعملوا عوارض بتشبه عوارض التوحد على المدى الطويل. إذا عمر أكبر، إذا بدنا نحكي فوق الثلاث أربع سنين، منلاقي إنه الولد بلش يصير في عنده نوع من الأوبيزيتي، صار ينصح لأنه قاعد كل الوقت، صار سلوكه مش كتير مزبوط لأنه في عنف باللعب اللي عم يلعبه، وعم بينفتح له مجال إنه يظهر هيدا العنف، وبيصير في لغط وكونفوزيون بين هالعالم الخيالي وين مسموح العنف والعالم الحقيقي اللي ما بيسمح العنف، ومجبور يحترم غيره ويتواصل معه بطريقة إنه ما يضربه فيها وما يكون عنيف تجاهه. ولد على المدى البعيد بيصير مدمن، بيصير ما بيقدر ما يمسك الآيباد، وبيحس بفراغ كتير كبير إذا ما كان عنده هيدا هالتابلت بإيده. يعني بيصير كأنه هالتابلت هي نوع من الكوردون، كأنه مثل حبل السرة اللي بيربطه بالعالم الخارجي، بس هو حبل سرة إذا بديك فيك منه حقيقي، لأنه عم بيربطه بأشخاص ما عم بيتواصل معهم بطريقة حقيقية. أول حل إنه الأهل يتعلموا يبنوا علاقة ثقة مع أولادهم، وإنه يقعدوا معهم وقت أكتر، لأنه هن اللي عم بيربون مش سوشيال ميديا. بدهم يحطوا ببالهم إنه السوشيال ميديا ما بتعلم شيء وما بتربي وما بتعلم، يعني ما في شيء ما بيكتسبها الولد بالتواصل مع الآخر، يعني سكيلز اجتماعية وأشياء بالتواصل ما بيكتسبها بالحياة الحقيقية. So, ما عم بيقدموا له شيء زياده وقت يقدموا له ايباد هديه عيد الميلاد، او وقت ينبسطوا انه ملهي ساعتين ثلاثه على الايباد، ما عم بيقدموا له شيء زياده، لانه الولد عايز تواصل حقيقي مع ناس حقيقيين يقدروا يحتووه، يتعلم منهم كيف يحتوي مشاعره، كيف يتواصل مع نفسه، كيف يعرف يعمل جيستيون ايموشنال بدون ما يكون عم يلجأ لمخدر يخدر له هالمشاعر السلبية. كليسيا بنت عمرها 10 سنوات لقيت هوايتها المفضلة عبر تيك توك، وهي هواية الرقص. رقصات ترانز، أوقات بيكون في شي نازل كاندي جديد بجيبه وبجرب للترند على تيك توك. أنا بيجي إنه بيكون من رفقاتي عاملين ريفيو وبيقولوا إنه طيب، يعني هلأ ترند قاطعة في البرايم، بس برايم انرجي درينك وقلت رفيقتي مش منيح للقلب، بس الرولابس جربتون يعني عادي كاندي. تركنا لهم هالمساحة من الحرية وتركنا لكل ولد فيهم يفتح أكاونت. طلبت منهم بأول مرحلة ما يحطوا اسمهم نظراً لأتأكد أنه رح يقدروا يكونوا قد هالحمل قد هالمسؤولية عليها، أو ما رح تكون رايحة بالبوزيتيف سايد، رح تكون رايحة بالنيجاتيف سايد. فتركنا لهم أول شيء هالحرية أنكم تفتحوا الأكاونت بس بفيك نيم. مع الوقت ومع المصارحة يلي بيناتنا وهالصراحة الموجودة، صرنا مسموح انه تحطوا اسمكم ويكون اكاونت رسمي لإلكم. فأخذناها نوعا ما شوي بطريقة بوزيتيف، وحتى رح تستغربي شوي انه نحن لقينا فيها شيء بوزيتيف اكثر ما هو نيجاتيف، وبوقت نفس الوقت كمان النيجاتيف حولناه لبوزيتيف. اول ما فتحنا تيك توك لاحظت على كليسيا انه كثير بتحب الرقص، فصارت تستهويها فيديوهات الرقص وتحب تتمرن وتتعلم، وهيدا الشيء شجعنا انه نحطها بمدرسة رقص وتبلش تتدرب، ومع الوقت بلشت تطور حالها وتطور مهاراتها بالاشياء الرياضية وبالرقص. فالفيديوهات اللي بيستهوها هن الفيديوهات الرقص، التمارين الرياضية، فمبدئيا بتعمل فولو اغلبية الوقت لهيدي البيجز يلي بتعلمها وبتطور لها مهاراتها. بنفس الشيء كان عندي كليف يلي كثير حب وكثير استهوته فكرة الأسلحة والطيران، مع العلم انه التجربة كانت شوي نيجاتيف وما حب يلي عم بيصير لما كان عم يشوف وعم يقرا عن الحرب الدايرة بين روسيا وبين اوكرانيا. مع الوقت تطورت من شيء نيجاتيف مع كل هول هالحرب يلي عم بيصير وهالوجع اللي عم بيصير، اتطورت واخذها كليف بطريقه بوزيتيف بالنسبه لنا، لانه طور مهاراته بانه يعرف
نوع الأسلحة المستخدمة، نوع الطيران، طور مهاراته التاريخية والجغرافية، الحدود بين الدول، حلف الناتو. يعني عم بحكي أنا هون على ولد عمره 10 سنين طور مهاراته التاريخية والجغرافية عن طريق تيك توك وشو كان عم بيشوف عليه. إليان والدة كليسيا وهي التوأم كليف وجدت وجه إيجابي بالسوشيال ميديا لإلا ولولادة. تيك توك بمطرح ساعدنا بمجال التجاري كونه عنا مجال تجاري نشتغل فيه، ساعدنا عن طريق تصوير أغراضنا، منتجاتنا، بضاعتنا، حسن إذا بدك الفكرة التجارية اللي كنا عم نشتغل عليها، وصرنا عنا متابعين أكثر، طلعنا فوق 5000 متابع هلأ، وصار في عنا شغل، تحسن الشغل بطريقة أفضل. فهون بعتبر أنه تيك توك يمكن خدمنا بمرحلة تجارية أو بمرحلة بتخص الشغل بطريقة بوزيتيف. نفس الشيء بدي أقول أنه كمان كان عم بيساعدنا أنه ننشر كمان نحن أفكارنا. نحن ببعض الأوقات فينا نكون إنفلونسر، ننشر أوقات رح أحكي عن حالي، ببعض الأوقات ممكن ننزل فيديوز بتخص اللغة العربية، نساعد الأولاد يفوتوا عليها يلاقوا فيديوز هو فور فري أكيد، مثلاً عن طريقة بتخص الأدب العربي مثلاً، أوقات ممكن ننشر لهم درس بخص الإعراب، درس بخص التعبير الكتابي، درس بخص القراءة، ممكن نحط لهم قصة مع صور. فهون كان بمطرح نحن كنا إنفلونسر بطريقة بوزيتيف، والتيك توك هون خدمنا كمان لحتى نحسن مصلحتنا التجارية. ليه رفيقي مش محدد له وقت؟ ليه رفيقتي مش محدد له وقت؟ رفيقتي بتقعد وقت أطول، أنا بدي الوقت أطول. مع الوقت صرنا نفهمهم أنه لا، برا ناطرتكم إشياء كتير ما بتخص التيك توك، وراح تنمي مهاراتكم وقدراتكم يلي ممكن بعدين أنتم تستعملوها وتستثمروها بتيك توك، من الرياضة، من صفوف الموسيقى، من صفوف الرسم وغيره. مع الوقت تطور هيدا الشيء وصار عندهم الحماس الكافي أنه يطلعوا لبرا ينموا قدراتهم ومواهبهم. ببعض الأوقات من بعد ما ينموها بيكونوا صاروا كتير منيح كابابل لإلها، يقدروا يرجعوا ينشروها بطريقة بوزيتيف على صفحاتهم، وأكيد بطريقة تناسب ولاد عمرهم. كنا عم نتابع فيها ونفوت معهم بعالم السوشيال ميديا، لأنه بصراحة نحن تعرفنا على تيك توك من وراهم، كنا عم نتابع حيالة بيجز عم بيفوتوا عليها. فلاشك أنه كمان ممكن أوقات مثل ما تفضلتي وقلتي ممكن يمرق معنا دعايات تكون مش لعمرهم، أكبر من عمرهم، أو ما يقدروا بكل بساطة يفهموا المحتوى، المحتوى ما يكون واصل لعمرهم بطريقة صحيحة. كان كمان برجع بشدد على هذا الموضوع، كان مبدأ الصراحة بيناتنا، بكل مرة نشوف صفحة عم بتمرق دعايات أو عم بتمرق أشياء مش لعمرهم، كنا بكل بساطة أنفولو ونطلع منه. مع الوقت صاروا معودين الشيء اللي بيلاقوه مش لعمرهم منكمل سكرول ونمرق على الشيء اللي بيخص عمرنا. ومع ذلك ما خلى الأمر من ظهور بعض الفيديوز اللي كان محتواها مأذي لعمرهم. كانوا كتير موترين، فسألتهم شو شايفين، دغري قدرت انه يكونوا مارق معهم كونتنت مش حابينه، فصرحوني انه شفنا شيء ما قدرنا نفهمه ضمن الحديث يلي بيناتنا، وكان فيها الصراحة المطلقة بيناتنا، شفنا ان دو تروا، وعلى هيدا الاساس بلشت انا هوني فهم ووعي. سو هون بدي ضوي على نقطة كمان يلي هي، هو حتى هيدا الشيء النيجاتيف ممكن يكون اوقات طريق لحتى يكون توعي لأولادنا عن طريق الشيء النيجاتيف او البشع يلي شافوه، لحتى نفهمهم انه مش كل شيء بتشوفوه هو مزبوط، مش كل شيء بتشوفوه هو حقيقي، مش كل شيء بتشوفوه انتم هلا بعمر انكم تستوعبوه. هي مجرد ابلكيشن، الموضوع اللي رح يكون لبعدين هو موضوع درسكم، علمكم، شهاداتكم، والا لو كان الموضوع مرتبط بس بمجرد ابلكيشن كانت كل العالم هون وقفت دروسها، اختصاصاتها، جامعاتها، واتجهت لكل الابلكيشن يلي ممكن تطلع لهم مصاري او تساعدهم بمطرح من المطارح. موجود اليوتيوب عنا، بس موجود بكل صراحه على يوتيوب كيدز، ما طفتنا باليوتيوب يلي بيختص بالعالم المفتوح، حصرناها بالوقت الحالي بيوتيوب كيدز. سو ما يوتيوب كيدز نوعا ما فيه سيفتي، طبعا حتى مع السيفتي الموجوده نحن ضمن مراقبه لكل شيء عم يتابع، طالما فيها المسؤوليه وهالريسبونسابيلتي يلي نحن محملينهم اياها بهيدا العمر، كل ما رح يكبروا رح تكبر مسؤوليتهم ورح تكبر طريقة تفكيرهم، ورح يقدروا يعرفوا يميزوا بين الصح وبين الغلط يلي بين إيديهم. غير إنه دور الأهل مهم، دور الأهل إنه يبلشوا من هو وصغير يعلموه حس الكريتيك للولد، الانتقاد، يعلموه كيف يقول إنه هيدا صح أما هيدا غلط، ما يضلوا باسيف قاعد عم بي
عم يشرق القصص بدون ما يكون هو عنده كلمة إذا هيدا شيء مزبوط أما شيء مش مزبوط. عنا مشكلة كتير كبيرة هون لأنه الأهل هن بيكونوا متمثلين بيمكن ايديلز أما فنانين أما ناس عم بيحضرون وعم بيشوفون وعم بيلاقون أنه هن هيك بيسمحوا لأولادهم وبيصيروا يفكروا أنه الولد رح يحس بالنقص إذا نحن ما عطيناه تابلت أو إذا ما سمحنا له يعمل مثل هيداك الولد ما عم يعمل. بالعكس الولد ما بينبسط إلا وقت نرسم له حدود واضحة، الولد ما بيرتاح إلا وقت يحس بسيكوريتي إنه الأهل بيعرفوا شو بدهم يسمحوا له وشو ما بدهم يسمحوا له وبيطمن باله إنه هالمرجع يلي أنا متكل عليه هو مرجع بيعرف كتير منيح شو بيسمح لي وشو ما بيسمح لي وبيحبني وبيسمح لي الأشياء اللي بتناسبني. ما بيكون باله كيف بده ينشاف كيف بدي انشاف من برا ولا كيف بدي يكون عم بتنافس مع غيري من الناس. أكيد السوشيال ميديا لعبت دور مهم لأنه نحن اليوم إذا عم نوصل صوتنا وصورتنا عم نوصله عبر هالوسائل التواصل الاجتماعي، يعني نحن شي محل عم نستعمل هالبلاتفورم حتى كمان نوصل الأشياء الإيجابية التوعية إنه الولد صار يعرف إنه بيقدر يلتجي لمعالج نفسي، الولد صار يسمع عن المشاكل النفسية، صار بيعرف عن قصص ما كان بيعرف فيها قبل. مواقع التواصل الاجتماعي أخذت العالم إلى منحى جديد، هي سيف ذو حدين، والذكي اللي بيعرف ياخد منها من دون ما يخسر، أيامه، أفكاره، أهدافه، وأحياناً حياته.